يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. فلقاؤنا اليوم لغرض نبيل، وهو الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتميزين دراسيا، تقديرا منا لما قاموا به من مجهودات خلال هذه السنة الدراسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. السيد مدير التربوي لمجموعة مدارس أشجار الغد، السيد محمد الخواجة، تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله الذي يسر لنا ترتيب هذا اللقاء العائلي وجعله مناسبة نفرح فيها معا أسرا أطرا إدارية وتربوية لأبنائنا المتميزين دراسيا بالمستويات الإجهادية خلال الموسم الدراسي الحالي. إنها المناسبة التي تجعلنا نشعر بارتياح كبير بعد المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين، تلاميذ، أمهات وآباء، أطر إدارية وتربوية، كل في دائرة اختصاصه. الحمد لله والشكر لله على النتائج المحصلة عليها من طرف التلاميذ بمؤسستنا مجموعة مدارس أجيال الغد، حيث كانت نسبة النجاح 100% بجميع المستويات والأسلاك. وكان أول معدل بالبكالوريا 18.49 و 19.53 بالثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي، و 9.74 بالسادس ابتدائي. أما في الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا فقد كان أول معدل 19.10 وآخر معدل 13.40. هذه نتائج صادقة وحقيقية حصل عليها التلاميذ عن جدارة واستحقاق، بل حصل بعضهم في الامتحانات الإجهادية على نقط ومعدلات تفوق نقط ومعدلات المراقبة المستمرة. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على مصداقية عمل السيدات والسادة الأساتذة
وصدق تقييمهم وإخلاصهم في عملهم للوصول إلى أحسن الأداء وأفضل النتائج. لقد تمت دعوة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا لحضور هذا الحفل إلى جانب زملائهم الذين حصلوا على شهادة البكالوريا لتكون لهم حافزا على الجد والمثابرة، وسيتسلمون منهم مشعل البكالوريا الذي ستتعاقب عليه أجيال مجموعة مدارس أجيال الغد خلال السنوات المقبلة بحول الله. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. اللي حصلت على النقطة الأولى في المستوى السادس ابتدائي هي التلميذة مروة سليم. اللي غادي يقدم لها الجائزة والكادو والشهادة السيد المدير التربوي لمجموعة مدارس أجيال الغد السيد محمد الخواجة تحت تصفيقاتكم. يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى. التلميذ محمد خليل خابز. مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا. التلميذة رانيا بريمينتي. التلميذة المجدة الخلوقة شهد فلاني. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة. إذا ننادي على التلميذة الرائعة وئام بكراوية. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا. من نصيب التلميذة ريهام زروال. جاهز يا سقاليا.
الرتبة الثالثة كانت من نصيب التلميذة خديجة الخطب، فلتتفضل مشكورة تحت الآن قد توجد تلميذات وتلاميذ مستوى ثانية بكالوريا لمجموعات مدارس أجيال الغد اللي حصلوا على نقاط متميزة، دعوكم أن تصفقوا لهم بحرارة. إن شاء الله هذه حاجة زوينة لجميع التلاميذ وتلميذات مجموعات مدارس أجيال الغد. التلميذ محمد الوالي. شكرا سي محمد خواجه مدير التربوي لمجموعه مدارس اجيال غد، ادعوكم ان تصفقوا له بحراره. قول التلميذ هذا اللي هو عبد الحميد بن كليون. إذا اللي غادي يقدم ليه الحارس العام السيد عبد الرزاق أشقيف، حارس عام المستوى الإعدادي السلك الإعدادي والسلك الثانوي. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة بنيتنا، مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة بنيتنا، التلميذات والتلاميذ اللي غادي يسلموا واحد المشعل هو مشعل ديال التفوق والتميز والنجاح، ادعوكم انكم تسقوهم بحراره، وغادي يعطي الميكرو لاعلى معدل ثانيه بكالوريا تلميذ محمد الوالي. المشعل هذا كيمثل الاراده ديال الاجيال، هذيك القوه اللي غادي ندوزوها للاجيال الجايه، هما غادي يدوزوها للاجيال الجايين، هما اللي غادي يمثلوا رباك، هما اللي غادي يمثلوا المؤسسه كامله، هذاك الشيء اليوم غادي نقدموا لهم هذا المشعل اللي هما كيمثلوا رباك واللي كيمثل اجيال الغد، وغادي نحملهم هذه المسؤوليه الكبيره، نحملهم هذه المسؤوليه لانهم هما اللي مثلوا المؤسسه كامله. كيف ما حنا جبنا نقاط مزيانين نبغيهم هما يجيبوهم احسن، هانتوما غاتحملوا مسؤوليه كبر منا، كما دابا نصرنا نقدم هذا المشعل. كلمة واحدة